كابتن عادل، بمناسبة محمد صلاح، هل إمكانيات واحد زي محمد وفنياته ممكن المدرب أو المدير الفني يعمل لها حساب فبالتالي يغير بسببها طريقة اللعب؟ هذه الإمكانيات أكيد طبعا. يعني اللي أنت بتقوليه صح تماما، لأنه اللاعب زي محمد صلاح ممكن المدرب يغير طريقته علشان يخلي محمد صلاح في الحتة اللي هو ممكن يكون بيلعب فيها كويس. بدليل اديك دليل على الامر ده، انه احيانا محمد صلاح في ليفربول لعب راس حربة. محمد صلاح كان بيلعب ناحية اليمين، فلما لعب ثلاثة، لا يمكن ليفربول بيلعب بالثلاثة اللي هو مانيو صلاح او فيرمينيو علشان حتة التحرك بتاعه. لو عنده لاعب تاني، وهي دي طريقة ليفربول، لكن محمد صلاح ممكن في منتخب زي فرقة منتخب مصر، وكان كتير قوي احنا لو فاكرين كنا بنقول عاوزين المدرب بتاعنا يعمل طريقة لعب اللي هو ممكن يلعب في ماتشات كتير يلعب من غير محمد صلاح عشان نتعود لو لا قدر الله محمد صلاح مش موجود. ويمكن لما لعبنا اليونان ولما لعبنا البرتغال قلنا الكلام ده، قلنا ان صلاح لما يكون متواجد مع المنتخب انت ممكن تلعب بطريقة. طب لما محمد صلاح ما كانش متواجد في ماتشات مع المنتخب اتغير طريقة اللعب. فكلامك صح تماما، انه لازم المدرب يطوع فرقته على فكره امكانيات اللاعبين. بس الفكره دي اعتقد اتغيرت في منتخب مصر دلوقتي، ما بقناش يعني ما بقناش نستلم ان الموضوع كله محمد صلاح، وهو محمد صلاح هو الوحيد اللي بيجيب جون، او محمد صلاح اكيد مهم جدا وجود محمد صلاح، لكن في عناصر جديده ظهرت وطرق اللعب اختلفت شويه. انك عندك على سبيل المثال مثلا قفشه بقى من هدافي بطولات افريقيا، احرز 5 اهداف، بقى وارد جدا ان قفشه بيبقى عنصر ممكن يجيب جون. عندك مصطفى محمد ممكن يجيب جون، عندك تريزيجيه مع استون فيلا ممكن يجيب جون، عندك كمان النني من وسط الملعب ممكن يجيب جون. فموضوع ان المنتخب محمد صلاح قيمه كبيره جدا في منتخب مصر، لكن اللقب اللي يمكن من سنتين ثلاثه ان محمد صلاح او منتخب مصر بيلعب بس بخطه محمد صلاح اللي هو ادي صلاح عشان يجيب جول، اعتقد دي اختلفت يا كابتن عادل. طب اقول لك حاجه كابتن هاني، دلوقتي محمد صلاح بيلعب في ليفربول اللامركزيه، صحيح هو بيلعب ممكن احيانا يلعب راس حرب. طيب عندك دلوقتي فرود متميز زي مصطفى محمد ثابت وبيلعب في حته الراس حرب، مظبوط. محمد صلاح هيرجع ناحيه اليمين تاني، ما دي النقطه اللي كنا لسه بتكلم فيها مع كريم برضو. عمليه ازاي نستفيد من قدرات محمد، اكيد الفنيه الكبيره محمد صلاح، وكمان ازاي نستفيد من مصطفى محمد اللي هو بيلعب بلاير بوكس جوه 18، فدي هنشوفها بكره. وارد جدا ان محمد صلاح يشتغل يخش على جوه مصطفى محمد يستنى الكروس شويه، او مصطفى محمد ينزل تحت عشان يفتح لمحمد صلاح والتريزيجيه، فدي كلها اداره فنيه. لا ومصطفى محمد مش من اللعيبه اللي بيلعبوا ممكن يتحرك ناحيه اليمين وممكن يتحرك ناحيه الشمال. مصطفى محمد قناص فرود جيد بيلعب بس في حته الراس حرب، يبقى انت هتخسر هنا تحرك محمد صلاح. ما هو دي بقى اداره فنيه بكره نشوفها. ما انا هقول لك. طب قول لي الكابتن حسام هيعمل ايه؟ لا ما هو دي بقى اللي انا بقول لك عليها. والسؤال سهام قالت كده انه ممكن يغير طريقه، ممكن يغير طريقه لعبه. الكابتن حسام. ممكن دلوقتي محمد صلاح عشان استفاد منه 100%. ايوه ما طريقه اللعبه تتغير ازاي؟ انت بتلعب 4-2-3-1. كويس؟ اوكي. انت هتلعب 4-2-3-1 اكيد تارجت سترايكر هيكون مصطفى محمد. اكيد. اكيد. مش تغيير في طريقه اللعب اكتر من ممكن توظيف شويه، او العلاقه ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد ان يبقى في تعليمات مثلا مختلفه شويه لمصطفى محمد في اللحظه ان صلاح حاسس ان صلاح بيخش على جوه اطلع انت لبره شويه، او لو الكره على الاطراف قوي من محمد هاني او مثلا احمد ايمن منصور يبقى انت لازم كده كده متواجد عشان تلعب بدماغك. فهي كلها تعليمات مش تغيير جذر في الخطه، يعني هي تعليمات ما بين اللاعبين ونفسهم مع بعض. يعني انا دلوقتي مثلا اقرب مكان من وجهه نظري في ال 4-2-3-1 لمحمد صلاح في وجود مصطفى محمد اللي هو تحت مصطفى محمد. ليه؟ علشان يلعبها كمهاجم متاخر، علشان انا احيانا مش عايز اجد محمد صلاح في الحته الدفاعيه عشان يديني الحته الهجوميه 100%. صحيح. ممكن تريزيجيه هو اللي يشتغل الحته الدفاعيه وينزل يقفل ناحيه الشمال مثلا لو لعب، وممكن ناحيه اليمين اي لاعب هيلعب ناحيه اليمين ممكن ينزل يقفل الحته دي، لكن محمد صلاح ومصطفى محمد. طب افرض احنا بقى بنلعب فرقه كبيره زي نيجيريا
زي مثلا فرقه من الفرق العالميه مثلا ايطاليا فرنسا الحاجات دي، عمر ما هيلعب بمصطفى محمد ويلعب بيه؟ لا ليه محمد صلاح ليه؟ لا. لا انا شايف ان مش هيكون فيها تعارض، مش هيكون فيها تعارض خالص. يعني يعني في الوقت ايه، في الوقت اللي انا عايز اقول لك كابتن هاني، انت بتلعب منتخبات انت في المتناول، لكن لما تيجي تلعب منتخب اقوى منك بمراحل فانت مش هتلعبه كانه فرقه في المتناول. ما خلي بالك عقبال ما نوصل لدي كابتن عادل، اعتقد محمد صلاح يعني التفاهم ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد خلال ان شاء الله الفترات اللي جايه هيزيدوا، هيفهموا بعض. انت عارف اللعيبه الكبيره طبعًا برضو طبعًا. بتبقى برضو العمليه بتبقى اسهل كتير يعني. مصطفى صحيح محمد ليه اقول لك؟ لانه انت كنت محتاج من بعد حسام حسن لو فاكر ما كانش فيه الفرود في منتخب مصر الثابت عماد متعب صريح عماد، وبعد عماد متعب عماد كان لعب مع حسام فتره وبعدين يعني. عماد متعب ويمكن عماد متعب ما كانش زي حسام في الحته، لا عماد متعب كان مختلف 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 تماما يعني. حسام حسن كان التقليدي، لكن عماد متعب الفرود المثال اللي هو الجديد اللي بيتحرك وكده. مصطفى محمد رجعك بقى للحته دي تاني، مصطفى محمد رجعك للمهاجم الشرس اللي هو يقدر يصبر، يقدر يشتغل في حتة الكور العالية، الكور المتحركة. عشان كده أنا بقول لك إيه، أحياناً المدرب لما بيجي يحط طرق اللعب ما بيحطهاش هو كمدرب. يعني أنا مثلاً على سبيل المثال ممكن أحب ألعب 4-1-4-1 كمدرب، ممكن أمسك أندية ما أقدرش ألعب بها 4-1. إمكانيات لعيبة، إمكانيات اللعيب. يبقى إحنا هنا بنقول إن طريقة اللعب تتحط على إمكانيات اللعيب. أهم لاعب عندك صلاح، فلازم أطوع مش الفرقة كلها، أنا لازم أعمل بدايل. ما هي دي الفكرة، لازم أعمل بدايل. أوكي.